السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم براعم الصغار، مرحبا بكم من جديد في قناتكم يبي لك طفلي. اليوم إن شاء الله غنكمل مع بعضياتنا تعلم الحروف الهجائية ومع حرفين جديدين نتعرف عليهم إن شاء الله. دابا يلا سعدين، يلا على بركة الله. الحرف الأول في هذه الحصة هو حرف الحاء. حاء حاء. هذا الحرف ما فيش نقطة لا من الفوق لا من التحت، تيتسنى لنا حاء. عقلوا عليها، حاء حاء حاء. برافو. مثلو مثلو. حصان حصان. نكتبوها مع بعضياتنا، هي حصان حصان. كي عندنا حرف الحاء عندنا في اول الكلمه. يلا نعاودوا مع بعضياتنا، ولكن نبغي ترددوا معايا. حاء. برافو ما شاء الله عليكم، مزيان برافو. حاء حاء. حصان حصان حصان. عندنا حرف الحاء فين عندنا؟ هو جاينا في اول ديال الكلمه. دابا غادي ننتقلوا الحرف الثاني اللي هو حرف حرف العين. عين عين. هذا حرف العين. يلا سميت هذا عين. برافو. عين عين. حتى هذا الحرف ما عنده حتى شي نقطه، تسميه حرف العين. حرف العين هذا حيت تيكون تنبغيو نكتبوه هكذا في اخر الكلمه، تنهبطوا الرجلات ديالو بحالو بحال الحاء. ولكن الا كنا غادا نلصقو مع واحد نبداو به الكلمه، ضروري هاد لي رجلات ديالو تنحيدوهم له باش نطلقو له ليديدات باش يكتب بحال حرف الحاء. هنايا كانت عنده رجلات، ولكن حيت بغينا نشدوه مع حرف الصاد حيدنا له رجلات باش يقبط لنا ليديدات ديالو مع حرف الصاد. دابا نفس الشيء مع حرف العين. يلا نعاودوا مع بعضياتنا. عين عين عين. مثلو مثلو. عصير عصير. ها عصير عصير عصير. فين عندنا حرف العين؟ جاتنا في اول الكلمه. في اول الكلمه حيدنا لها رجلات باش تقبط ليديدات ديالها مع حرف الصاد. يلا نعاودوا مع بعضياتنا. عين عين عين. عصير عصير. نعاودوا من الاول، الحرف الاول اللي عندنا في الحصه نبداو به. حاء حاء حاء. حصان حصان. عين عين عين. عصير عصير. كملنا حبايبي الصغار الحصة ديال اليوم والحروف ديالنا بجوجهم. ان شاء الله نتمنى ان يكون الدرس يكون مفهوم، وغادا ننتقلوا النشاط اللي غادي يعجبكم بزاف بزاف بزاف. يلا النشاط ديال اليوم غنحتاجوا فيه الجوج ديال الاوراق، كما كان يكونوا من لون من غير الابيض، اما اسود او لا اي ورق كما كان، ونكتبوا فيهم الحرف اللي قرينا عندنا اليوم. كنا قرينا حرف العين وحرف الحاء. غنحتاجوا اللصاق ونحتاجوا القطن. غادي نقبطوا اول حاجه، غنديروا نبداو بحرف العين هو الاولاني، غندوزوا اللصاق فوق الحرف نيشان. ندوزوا لصاق فوق حرف العين. حنا تندوزوا حنا تنقولوا حرف العين. واخا وغنشدوا القطن وغنحاولوا نلصقوا القطن فوق الحرف ديال العين. نديروا له بحال هكا. نحاولوا ندوروا بحال هكا ونديروه فوق الحرف.
نتمنى النشاط ديال اليوم يعجبكم، كنحاولوا كل مره نديروا نشاط في الشكل الجديد باش دائما نلقاو انشطه اللي تحببنا في الحروف وفي التعلم ديالها، وفي نفس الوقت ترسخ لينا الحرف. نديرو القطن بحال هكذا باش ما يبقاش عندنا هكا داير، ونحاولوا نمشيو فوق من الخط اصلا. فيه هنايا اللصاق، يعني بسهوله يلصق فوق منه القطن. هكا نكملوا كل شيء بنفس الطريقة هكايا. داكشي علاش طلبت منكم اننا نحاول نكتبوا الحرف فوق ورقة اللون ديالها ابيض. نزيد واحد شويه باش نغطيو هذاك الخطه ديال القلم. دابا هذا حرف العين، هذا حرف العين. نخليو تيتسنانا هنايا وننتقلوا للحرف الموالي. غنديروا نفس العمليه اللي هي غنحاولوا ندوزوا اللصاق فوق الحرف. حاء حاء هذه غنديروا لها طريقه اخرى. غنحاولوا نديروا بحال هكذا يكون طويل شي شويه هكا باش كل وحده تجينا في الشكل. نديروا لها بحال هكذا بيدينا ونحاولوا نمشيو فوق الخط. نديرو هكذا ونديرو لو بيدينا هكذا باش يتجمع، ما يبقاوش عندنا الشعر ديالو خارج. نزيد واحد شويه من هنا ها هي حرف الحاء، حرف الحاء، حرف الحاء. وصلنا النهاية ديال الحصة حبايبي الصغار، نتمنى يكون الدرس وصل لكم بطريقة بسيطة وطريقة ممتعة، وتنشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. منساوناش من الدعم ديالكم بتعاليقكم الزوينة واشتراك اللي مازال ما اشتركش في القناة، وطبعا الدق على الجرس باش دائما تصلوا بالجديد. حفظكم الله أولادي الصغار، إلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.